الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وبعد، فهذا هو الدرس 69 من سلسلة دروس كتاب فتح باب العناية للعلامة الشيخ علي القاري رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: فصل في إدراك الفريضة. قال: من شرع في فرض منفردا، لما قال في فرض خرج بذلك النفل فله حكمه الخاص وسيأتي معنا. قال: من شرع في فرض منفردا، شرع فيما لو شرع في جماعة فأقيمت جماعة ثانية كذلك تلك ويستمر في الصلاة ولا ينشق عنها، أصلا الجماعة الثانية التي تقام غير صحيحة. من شرع في فرض منفردا فأقيمت، أي إقامة ذلك الفرض. هنا في قوله فأقيمت المراد بإقامة الصلاة شروع الإمام في الصلاة، المراد بالإقامة شروع الإمام في الصلاة، نعم، وليس المراد بأن يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا، ليس المراد بإقامة الصلاة هنا الإقامة المعهودة، وإنما المراد بالإقامة هنا شروع الإمام في الصلاة، وقف في المحراب الإمام، فإذا قال الله أكبر أنت تسلم، لو كنت تصلي فرضا ضمن التفصيل الذي سيذكره الآن الشيخ. قال: فأقيمت إلا إن لم يسجد للركعة الأولى، يعني ما زال يصلي واقفا أو ركع ورفع من الركوع، سواء كان الفرض رباعيا أو ثلاثيا أو ثنائيا، هذا إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد للركعة الأولى وهو في غير رباعي، وهو في غير رباعي في الفجر أو في المغرب، سجد للركعة الأولى فأقيمت المفروضة، شرع الإمام في المفروضة، وهو في غير رباعي ثلاثيا أو ثنائيا، يعني كان في صلاة المغرب أو الفجر، حضريا كان الفرض أو سفريا، ماذا يفعل؟ قطع تلك الصلاة، تلك الصلاة قائمة، أقائما بتسليمة واحدة، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويشرف الصلاة، وقيل بتسليمتين وهو الأصح. قال: لأن القعدة شرط للتحلل، وهذا قطع وليس بتحلل، وقيل يعود إلى القعدة ثم يسلم، ثم يسلم. هلا هنا لا وجه لقول الشيخ، ما قال وقيل يعود إلى القعدة ثم يسلم، لا وجه لقوله يعود، لما؟ لأن المنصوص في هذه المسألة عند في كتب الفقه إلى المنصوص عليه هو أنه يسلم قائما، يسلم قائما، والشيخ ماذا قال أول شيء؟ قال قطع تلك الصلاة قائما بتسليمة واحدة، وقيل بتسليمتين وهو الأصح، ثم ماذا قال؟ لأن القعدة شرط للتحلل، يعني هو لا يحتاج لأن يقعد، لا يحتاج لأن يقعد، بل يسلم قائما. لما لا يحتاج لأن يقعد؟ قال لأن القعدة شرط للتحلل، أنت الآن في الصلاة تريد أن تسلم تتحلل من هذه الصلاة، بل الحديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام أو التسليم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ لأن القعدة، كأن قائلا يقول يعني لما لم يسلم قاعدا، لما لم تقول يشترط له أن يسلم قاعدا؟ قال لا، لم نقل ذلك، لأن القعدة شرط
للتحلل، يعني لمن أصلى صلاة كاملة وأراد أن يخرج منها خروجا نظاميا. وهذا السلام هو لقطع الصلاة وليس للتحلل، لذلك لا يحتاج إلى القعود. واضح الكلام؟ فهمنا؟ هل أنت قد يخطر في بالك لما قال لأن القعدة ولم يسبق له أن تكلم عن القعود، فلما أقحم هذا الكلام؟ هذا يعني هذه العلة لذكر قوله لأن القعدة شرط للتحلل، يعني كأن قائلا ذكر هذا الكلام الذي ذكرته وهو أجاب عليه، فقال لأن القعدة شرط للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل. وقيل يعود إلى القعدة ثم يسلم. قوله ثم يعود إلى القعدة لا وجه لذكر هذا القول، لا وجه لهذا، لأنه بالأصل هو بالأصل كما قال الشيخ أولا أو كما قلت قبل قليل، الأصل أن المنصوص عليه في كتب الفقه أنه يسلم قائما، وما ذكر أنه يسلم قاعدا. لا لا، سيده هو عاد إلى القاعدة وسلم، لا شيء عليه، لا يكون قطعا، لا لا لا، يقطع الصلاة يقطعها. نعم، في لو حين هذا في الحين الأخير ولو أنه عاد إلى القاعدة. نعم. الآن صلى ركعة وقام، شرع في الثانية، فشرع الإمام بالصلاة، فعاد هو إلى القعود وقعد مباشرة قعد وسلم، صح خروجه من الصلاة. على الرغم من ذلك لو قعد هذا الخروج قطع، هو لا يحتاج القطع إلى القعدة لأن القعدة شرط للتحلل وليست للقطع. وقال شمس الأئمة يعني الحلواني رحمه الله القعود حتم، القعود حتم. هنا كذلك الشيخ لما قال شمس الأئمة الحلواني القعود حتم، الشيخ شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قال القعود حتم، هذا إذا شرع في الثالثة ولم يقيدها بسجدة. إذا شرع في الثالثة، أنا الآن قعدت القعود الأول وقلت أصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات، الله أكبر، صليت الركعة الأولى ثم الركعة الثانية وقعدت ثم قمت إلى الثالثة ركعت فقلت سمع الله لمن حمده، فقال الإمام الله أكبر، شرع في الصلاة. تمام؟ فأنا الآن شرعت في الثالثة ولم أقيدها بسجدة، فماذا علي أنا؟ أقطع هذه الصلاة. والآن أتخير إن شئت أعود إلى القعود، أنا الآن مخير إن شئت أن أعود إلى القعود وإن شئت أكبر قائما، أنوي بهذا التكبير الدخول في الصلاة، في الصلاة مع الإمام، أو أسلم مثلا وبعد ذلك أكبر. ولكن بعض الفقهاء قال أكبر قائما وأنوي الدخول في صلاة الإمام. فشمس الأئمة الحلواني ماذا قال؟ الأئمة الحلواني قال القعود، العودة إلى القعود حتم. شمس الأئمة الحلواني في هذه الصورة ماذا قال؟ العودة إلى القعود واجبة. وفخر الإسلام، فخر الإسلام قال الأصح أنه مخير، الأصح أنه مخير. نعم. لذلك الذي نص عليه الشيخ المرغناني في الهداية في هذه المسألة أنه يخير. ففهمنا الآن إيش كلام فيه اختصار كثير بالنسبة لقول شمس الأئمة القعود حتم. ماذا يعني بذلك؟ أنه صلى نوى رباعية وشرع في الثالثة ولم يقيدها بسجدة. فخر الإسلام قال يخير بأن يعود بين العودة ويسلم قاعدا وبين أن يسلم قائما ويشرع في الصلاة مع الإمام. شمس الأئمة الحلواني ماذا قال؟ العودة إلى القعود حتم واجب. فلاحظت هذا الاختصار في العبارة؟ فقد يفهم البعض يعني ظاهر كلام الشيخ
ظاهر كلام الشيخ. ولعل هذا أحبابنا خلل في المخطوطات، خلل في النسخ، لأنه ظاهر العبارة توهم أنني الآن شرعت في الصلاة، شرعت في الصلاة، صليت الركعة الأولى وبدأت بالركعة الثانية ولم أقيدها بالسجدة، أن شمس الأئمة الحلواني يقول لي يجب عليك أن تعود للقعود فتسجد. هذا ظاهر العبارة، هذا الظاهر غير صحيح، وما قال به أحد. الذي قيل أنه الأفضل أن يعود، أما بالحتمية واللزوم ما قال به أحد. فهمنا أحبابنا؟ وقال شمس الأئمة الحلواني القعود حتم. لما؟ قال لأن الخروج عن صلاة معتد بها، ها صلى الركعة الأولى والركعة الثانية وقعد القعود الأول ثم قام إلى الثالثة، قال لأن الخروج عن صلاة معتد بها لم يشرع إلا بقعود. فهمنا؟ لما هو صلى ركعتين من الرباعية كانت الركعتان معتدا بهما، فقال لأن الخروج عن صلاة معتد بها لم يشرع إلا بقعود. وإذا قعد الآن قام للثالثة، قام للثالثة، قال شمس الأئمة يجب عليه أن يعود ليسلم. الآن إن رجع عاد للقعود ليسلم، هل يقرأ التشهد أو لا يقرأ التشهد؟ هو كان قد قرأه، ولكن هذا التشهد هل رفع بقيامه للثالثة أم لم يرفع؟ وإذا قعد قيل يعيد التشهد وقيل لا، أي لا يعيد التشهد، وهذا الصحيح أنه يرجع ولا يعيد التشهد. وقلنا المعتمد الصحيح أنه إيش؟ يخير، أنه يخير، وهو الذي نص عليه الشيخ المرغناني في الهداية، وهو ما ذهب عليه فخر الإسلام. صحيح يخير؟ الصحيح أنه يخير. أنت كنت لم تكن موجود في بداية أن هذه المسألة فيها تفصيل ذكرناه قبل قليل. والقطع بالسلام، والقطع ما تمام. أنا قلت لكم مولانا، قلت في الصورة الثانية أنه لما في الركعة الثالثة قلنا يخير بين أن يعود ويسلم وبين أن يكبر ويشرع في الصلاة، وعندنا قول آخر أنه يسلم، أنه يسلم. فقال والقطع بالسلام في دليل عليه، قال نعم ورد في حديث معاذ حين أتى قومه فافتتح سورة البقرة فانحرف رجل فسلم، خرج عن صلاة الإمام انحرف قليلا وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وذهب ليصلي وحده ثم صلى وحده. إذن ورد حديث، وبعد ذلك اشتكى هذا الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام وأقره على فعله. ثم هذا كله بناء على ما اختاره فخر الإسلام من أن ما دون الركعة من الفرض ليس له حكم الصلاة، بدليل أن من حلف لا يصلي لا يحنث بما دونها لو صلى ركعة واحدة، فكان بمحل الرفض، فكان بمحل الرفض، لأن ما دون الركعة كما قال الشيخ البابرتي في العناية، قال لأن ما دون الركعة للمصلي، هذا معنى قوله إيش؟ فكان بمحل الرفض. قال الشيخ البابرتي في العناية لأن ما دون الركعة للمصلي ولاية رفضه في الجملة، رواية رفضه بالجملة ما لم يقيده بسجدة، ما لم يقيده بسجدة، فإذا قيده بسجدة فليس له ولاية الرفض عليه. يقضي لو قطع، نعم لو ترك يقضي، لو ترك يقضي، نعم. فقال فكان لمحل الرفض. على كل هذا الكلام الذي ذكره عن فخر الإسلام وأنه هذا فيه خلاف للعلماء، فيه أخذ وفيه نظر، يعني ما في حاجة الآن يعني نذكره، لكن فيه بحث للعلماء مبني على أنه لو قال الله أكبر وشرع بالفاتحة ثم سلم وجب عليه أن يقضي هذا، فهل القضاء يتنافى مع أن هذه الركعة
هذه الصلاة في محل الرفض أو لا يتنافى؟ فبعضهم قال لا يتنافى. قال قلنا له إذا شرعت في الصلاة لك أن ترفضها مع أنه يجب عليك القضاء، ما الفائدة؟ قال الفائدة أنه لا يأثم بقطعها، لا يأثم بقطعها. ولكن هذا كلام كذلك غير مسلم. ليه؟ لأن القرآن يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا إبطال، فلا بد أن يلحقه نقاش حول، يعني كلام حول هذا الفصل بين الفقهاء. قال والقطع للإكمال جائز، والقطع للإكمال جائز. هذا جواب عن سؤال مقدر. يعني يقول الشيخ هنا ما قال أول شيء، من شرع في فرض فأقيمت، قال قطع. يعني كأن قائلا يقول كيف يجوز إبطال صفة الفرضية؟ أنا الآن شرعت في الظهر، أصلي فرض الظهر 4 ركعات، الله أكبر، وأنا أصلي، فأقيمت الصلاة مع الإمام، فأنا الآن أبطلت الفرض لإقامة السنة. فكأن قائلا يقول كيف يجوز إبطال صفة الفرضية لإقامة السنة؟ فأجاب الشيخ هنا بأن النقض، ليس لإقامة السنة، بل لإقامة الفرض على الوجه الأكمل. فالنقض ليس لإقامة السنة، بل النقض للإكمال، من أجل أن آتي بفرض على وجه أكمل. والنقض للإكمال إكمال. هذا معنى قال والقطع للإكمال جائز. فهذا جواب عن سؤال مقدر. قد يقول إنسان يعني لما يقال الشيخ والقطع للإكمال جائز؟ فهمنا أحبابنا؟ قال وهو أي القطع للإكمال حكمه كهدم المسجد لتجديده. عندنا مسجد، هل يجوز هدم المساجد؟ نعم يجوز هدمها لتجديدها وترميمها، أما لغير ذلك في خلاف بين الفقهاء. قال وهو كهدم المسجد لتجديده. قال واختيار شمس الأئمة أنه يتم شفعا، واختيار شمس الأئمة أنه أصبح العبارة يتم شفعا، يعني من شرع في فرض وسجد قيد الركعة الأولى وقام للثانية لا يسلم، يتم شفعا وتنقلب هاتان الركعتان إلى نافل، لأنه وإن لم يكن صلاة فهو قربة. يعني هذه الركعة أو ما دون ركعة وإن لم تكن صلاة فهي طاعة، والطاعة يحرم قطعها. قال فهو قربة فيحرم قطعها، فيتمها شفعا ويقتدي، ليكون جامعا بين فضيلتي النافلة وصلاة الجماعة. ومتى أمكن إدراك العبادتين لا يصار إلى إبطال إحداهما. وعلى التقديرين، أنه أي تقديرين؟ التقدير الأول أنه قطع، الصلاة في الركعة الأولى ولم يتمها شفعا، والتقدير الثاني أنه أتمها شفعا، على التقديرين يقطع ويقتدي بالإمام. هذا على التقديرين. قال واقتدى أي بنية متجددة إحرازا لفضيلة الجماعة التي هي من كمالها، من كمال الصلاة، لما روى أصحاب الكتب الستة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وللبخاري من حديث أبي سعيد ب25 درجة. زاد أبو داود فإذا صلاها في ثلاث فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. ورواها ابن حبان والحاكم وقال نعم كيف؟ فلا صحراء، يعني في بستان،
في برية. وقال صحيح على شرط الشيخين. قال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27، وكذا يقطع فيه أي في الرباعي، يعني أول شيء كان الكلام فيما لو شرع في غير الرباعي في المغرب والفجر قلنا. قال الآن: وكذا يقطع في الرباعي لكن لا يقطع فيه إلا بعد ضم ركعة أخرى. فخر الإسلام ماذا قال؟ يضم مطلقا، يضم مطلقا، ولكن سيأتي الآن إرادة عليه أنه لو كان يصلي الآن المغرب، لو كان يصلي المغرب وضم ركعة لكان أتى بأكثر المغرب ولأكثر حكم الكل. لو كان يصلي الفجر أتى بركعة تم فرضه، تم فرضه هنا. قال: أو نقول أراد شخر الإسلام، أراد فخر الإسلام بأنه يأتي بركعة يتمها شفعا في غير المغرب والفجر، يتمها شفعا في غير المغرب والفجر. الجمهور ماذا قال غير فخر الإسلام؟ قال: يسلم قائما ولا يأتي بشفع ولا يأتي بركعة ثانية. فخر الإسلام قال: في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء يأتي بركعة، يأتي بركعة يتمها شفعا، أما في المغرب والفجر لا يفعل ذلك. ناسا بدأ النعاس يسرنديني، تسمع؟ ما سيفعل مولانا في الفجر وال يقطعه لا إن شرع في الثانية قال يتمها. سيأتي الآن معنا، سيأتي أنه يتمها أو يسلم، وبعضهم قال يتمها ويقتدي، لا يتنفى لأنه هذا الوقت فيه تكره فيه النافلة. سيأتي الكلام، سيأتي تفصيل المسألة في الفجر حتى في الرباعية ما يفعل. قال: وكذا يقطع فيه أي في الرباعي لكن لا يقطع فيه إلا بعد ضم ركعة أخرى صيانة لما فعله عن المطلق. فإن قيل: إذا أقيمت المغرب وقد سجد فيها، يعني أتى بركعة واحدة قيدها بسجدة، لما لا تضم ثانية لصيانة ما فعله عن البطلان ثم يقتدي؟ أجيب بأنه إذا ضم ثانية كان آتيا بأكثر المغرب فيلزمه إتمامها، وإذا أتمها يكون في اقتدائه متنفلا، يعني إذا أتمها ثلاثا ثم بعد ذلك اقتدى بالإمام يكون متنفلا، وللتنفل بالثلاث مكروه عندنا، وهو بالثلاث مكروه. فإن قلت أنت مثلا: طيب يا أخي يقتدي به بأربع ركعات، أي أسأل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هو يقوم ويأتي بالرابعة، قال بالأربع مخالف للإمام ولا يصح هذا فيه كراهة. قيل: هذه مخالفة بعد الفراغ. قيل هذه المخالفة أنه إذا أتمها أربعا هو خالف الإمام بعد الفراغ الإمام من صلاته، فلا اعتبار لها فلا تضر. قال: فلا يضر كالمقيم المقتدي بمسافر، فإنه يأتي بالثالثة والرابعة بعد فراغ إمامه المسافر. كذلك أنا أصلي الآن، هذا يصلي المغرب ثلاث ركعات إماما، أقول أصلي أربع ركعات نافلة لله تعالى، الإمام يقوم يسلم أنا أقوم للرابعة، فهذه المخالفة مني لإمامي بعد فراغ الإمام من الصلاة ولا ضرر فيها. كما أن المقيم لو اقتدى بمسافر والمسافر قد أتم صلاته أنا أتابع صلاتي أخالفه، ولكن مخالفتي له بعد فراغه من صلاته. أجيب بأن صلاة المقيم والمسافر واحدة. أنا عندما أنا مقيم اقتديت بمسافر، صلاتي وراء هذا المسافر هي صلاة
واحدة بالنظر إلى الأصل، ولا كذلك ما نحن فيه، ولا كذلك ما نحن فيه. لذلك أنت كمقتدي كمقيم صليت خلف مسافر، تتم صلاتك بدون قراءة، تتم صلاتك بدون قراءة، فأنت إذا تصلي مع الإمام حكما. أجيب بأن صلاة المقيم والمسافر واحدة بالنظر إلى الأصل، ولا كذلك ما نحن فيه. قال ولو دخل مع الإمام في المغرب بعدما صلاها منفردا، يعني ولو دخلت أنت مع الإمام اقتديت بالإمام في المغرب بعدما صليت أنت صلاة المغرب منفردا أتمها أربعا، أتمها أربعا، لأن مخالفة الإمام أخف من التنفل بثلاث. يعني عندنا مكروهان، كراهة التنفل بثلاث ركعات، وكراهة مخالفة الإمام، فكراهة مخالفة الإمام أخف من كراهة التنفل بثلاث ركعات. قال أبو يوسف وهو الأحسن أن يتمها أربعا، هو الأحسن. قال وسلم ولو سلم مع الإمام تفسد صلاته، فإذا فسدت صلاته يقضي أربع ركعات، يقضي أربع ركعات. لماذا؟ والله ما عندنا تنفل بثلاث ركعات. سلم مع الإمام. لأنها لزمته بالاقتداء، لزمته بالاقتداء. وعن بشر يسلم مع الإمام ولا شيء عليه، ولعل وجهه وجه هذا القول عدم التزامه الرابعة حال الاقتداء، يعني أنا لم ألتزم أربع ركعات مع الإمام. واحترز بقوله في فرض، ما قال من شرع في فرض، عمن شرع في نفل أو سنة. يعني صلى الإنسان أربع ركعات سنة قبلية للظهر، قال أصلي أربع ركعات سنة قبلية وأتمها، صلى أربع ركعات نظر هكذا ما أتى الإمام، فقال أصلي لله أربع ركعات نافلة. إذن النفل تشمل السنة الراتبة وغير الراتبة. قال عمن شرع في نفل أو سنة يعني راتبة فإنه لا يقطع، لا يقطع لو شرع الإمام في صلاته، لأن قطعه ليس لإكمال ما قطعه. أما في الفرض قلنا قطع لإكمال ما قطعته، أنت أديته بصورة هناك صورة أكمل منها في الفرض، تقطعها لتأتي بالصورة الأكمل. أما هنا في النافلة لا يوجد هذا المعنى. قال ولو كان في سنة الظهر والجمعة فأقيمت سنة الظهر، يعني شرع الإمام في صلاة الظهر، أو خطب الإمام شرع الإمام في خطبة الجمعة، قال يقطع على رأس الركعتين، يقطع على رأس الركعتين، وهو مروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وإليه مال السرخسي. وقيل لا يسلم لأنها صلاة واحدة، والقطع هنا ليس للإكمال. الفقير لما يصلي صلاة الجمعة ويضغط، يعني يخرج الإمام على في الركعة الثانية مثلا، يتمه أربعة، لأن من قال بأنه يقطعها قال يلزمه أن يقضي أربعة، يلزمه أن يقضي أربعة، لأن السنة القبلية أربع ركعات تسليمة واحدة عندنا، لا تؤدى بتسليمتين. ومر معنا في درس سابق أنه لو صلاها بتسليمتين لا تكون عن السنة القبلية، تذكرون هذا؟ لعلكم تذكرون. نعم نعم. قال وقيل لا يسلم لأنها صلاة واحدة، والقطع هنا ليس للإكمال، والأول أوجه لأنه يتمكن من قضائها بعد الفرض. قال ولا إبطال في التسليم على رأس الركعتين، لأنه يكون بذلك قد أتى بصلاة معتد بها ركعتين كاملتين، فلا يفوت فرض الاستماع والأداء على الوجه الأكمل بلا سبب. قال وإن صلى ثالثة منه شرع في الركعة الثالثة ما فرض الرباعي، شرع أو صلى ركعة ثالثة سجد لركعة ثالثة من الفرض الرباعي، وإن صلى ثالثة منه أي من الرباعي بأن سجد لثالثة، ما الحكم؟
قال يتمه ثم يقتدي متنفلا، يتم هذا الفرض الرباعي. واضح؟ واضح الصورة أظن. ثم يقتدي متنفلا. طبعا هذا الاقتداء أحبابنا ليس لازما. أنا الآن شرعت في الظهر ثلاثة، في الظهر صليت قيدت الركعة الثالثة، الركعة الثالثة بسجدة، فشرع الإمام بصلاة، ماذا أفعل؟ أتم صلاة الظهر، فلما أنتهي أقوم ندبا وأقتدي بهذا الإمام. ليه؟ لرفع دفع التهمة عن نفسي، كي لا أتهم بأني لست ممن يرى الصلاة مع الجماعة، فأنا أبرئ نفسي فأقتدي بالإمام ندبا. ثم يقتدي متنفلا بأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد. قال ويؤيده ما في صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال، يخاطب أبا ذر، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ يعني أمراء يصلون، ولكن يعني الأصل أن تصلي الظهر مع من؟ مع أمير البلدة في المسجد. هو الإمام، هو الإمام، هو إما أن يكون هو الإمام الأمير، إما أن يكون هو الإمام أو أن يكون غيره، لكن هو يصلي، فالأصل أنك تصلي مع الإمام مع الأمير. فيقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت فما تأمرني يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فإنها لك نافلة. يعني ثم بعد ذلك إن صليت معهم فهي لك نافلة. قال وأداء الإمام فرضا، يعني هو يصلي مع الأمير نافلة لأي كي لا يتهم أو كي لا يسجن أو كي إلى آخره، في اعتبارات كثيرة جدا. الحمد لله الآن الأمراء لا يصلون، أراحوا الأمة الإسلامية، إن لله وإن إليه راجعون. لكن هنا دليل أن الأمير لو تأخر الصلاة يجوز أم؟ هم قالوا نقصد يؤخر الصلاة عن وقتها المستحب، المراد بذلك يعني لا يصلون في أول الوقت، يؤخرون الصلاة عن وقتها المستحب. على كل الأمراء يعني بدأوا بالتأخير فالتأخير فالتأخير حتى جاءنا أمراء لا يصلون، يتركون أو يصلون في آخر الليل الصلوات الخمسة كلها بوقت واحد. هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وأداء الإمام فرضا والمأموم نفلا جائز بلا خلاف. أن أنت أن تقتدي بإنسان يصلي مفترضا وأنت متنفل يصح هذا بالاتفاق. قال إلا في العصر، أي في فرض العصر، لأن النفل بعده مكروه، فتتم الصلاة ولا تتنفل مع الإمام. وعن محمد يتم قاعدا، يتم هذا الفرض فرض العصر قاعدا، فتنقلب نافلة، فتنقلب صلاته نفلا، ثم يقتدي فيحصل له ثواب النفل والفرض في جماعة من غير إبطال. وأما لو لم يسجد لثالثة الرباعي ماذا يفعل؟ يخطأ. يعني يتم قاعدا يرجع كما قلنا أول الدرس، كما قلنا أول فيه خلاف. شمس الأم الحلواني ماذا قال؟ قال يلزمه العودة للقعود. فخر الإسلام قال مخير. قال والحاصل أنه إذا أقيمت بعدما صلى ركعة من الفجر، والحاصل أنه إذا أقيمت بعدما صلى ركعة من الفجر أو المغرب قطع وأتم مع الجماعة، قطع وأتم طبعا مع الجماعة، لأنه لو أضاف إليها أخرى لفاتته الجماعة لوجود الفراغ حقيقة، يعني فيما لوجود الفراغ حقيقة فيما لو أضاف ركعة في الفجر لوجود الفراغ من الصلاة، لوجود الانتهاء من الصلاة حقيقة فيما لو أضاف ركعة في صلاة الفجر،
أو شبهة، يعني ولوجود شبهة الفراغ. الإمام يعني. لوجود الإمام المنفرد ولوجود شبهة الفراغ فيما لو أتى بثانية في المغرب، لأن للأكثر حكم الكل. أنا الآن منفرد أصلي، قلت أصلي لله تعالى فرض المغرب الحاضر، الله أكبر، أتيت بركعتين، قمت للثانية، قال الإمام الله أكبر، أنا ماذا أفعل؟ أقطع. هذا ما أنا. قال لماذا أقطع؟ قال لأنني لو أتيت بركعة ثانية، قال يوجد شبهة الفراغ من الصلاة، يوجد ماذا؟ شبهة الفراغ من الصلاة. ليه؟ ما هي شبهة الفراغ من الصلاة؟ هي أن للأكثر حكم الكلي، وقد أتيت بركعتين من المغرب. إذا فهمنا معنى قوله لوجود الفراغ حقيقة أو شبهتان؟ نعم. أعيد أم صار الوضع؟ صار كلام واضح؟ نعيد. قال والحاصل أنه إذا أقيمت بعدما صلى ركعة من الفجر أو المغرب، ركعة من الفجر أو المغرب، ماذا يفعل؟ قال قطع وأتم مع الإمام. لما؟ قال لأنه لو أضاف إليها إلى المغرب أو إلى الفجر ركعة أخرى لفاتته الجماعة. لما تفوته الجماعة؟ قال لوجود الفراغ من الصلاة حقيقة فيما لو أضاف ركعة في صلاة الفجر. لما أضاف ركعة صار قد انتهى من الفجر، والتنفل بعد الفجر ما حكمه؟ مكروه تحريما، فلا يصح له أن يقتدي بالإمام متنفلا. ولوجود الفراغ شبهة فيما لو أضاف في المغرب ركعة ثانية. ماذا يعني لوجود الفراغ شبهة؟ أنه لما صلى من المغرب ركعة بقي في ذمته ركعتان. الآن شرع الإمام في الصلاة وهو قد صلى من المغرب ركعة واحدة، فإذا أتى بركعة ثانية يكون قد أتى بأكثر الصلاة، والإتيان بأكثر الصلاة فيه شبهة الفراغ من الصلاة، الفراغ من الصلاة، ليس فيه فراغ حقيقة من الصلاة، ولكن فيه شبهة الفراغ من الصلاة. من الصلاة الإمام؟ لأن صلاته هو المغرب. أنا لما أضفت ركعة في المغرب، ركعة ثانية، فيه شبهة، كأنني فرغت من الصلاة، كأنني ولم أفرغ بعد، فلذلك ما فهمت أنت. طيب نعيد، ما في مشكلة، أعيد الثانية والثالثة والرابعة. أنا الآن صليت ركعة من المغرب، جاء الإمام فقام أقام شرع في الصلاة، ماذا أفعل أنا؟ أنا مطلوب مني الآن إما أن أركع آتي بركعة ثانية وأسلم حتى أكون صليت ركعتين، أو أسلم وأنا قائم. قال تسلم وأنت قائم. لما تسلم أو أنت قائم؟ كي تقتدي بالإمام. ولما لا تأتي بركعة ثانية ثم تسلم مع الإمام؟ قال لأنك لو أتيت بركعة ثانية تكون قد أتيت بأكثر الصلاة، والإتيان بأكثر الصلاة الإتيان بأكثر الصلاة فيه شبهة الفراغ من الصلاة، يعني كأنك فرغت من الصلاة، كأنك، لأنك أتيت بأكثرها. فإذا أنت فرغت من الصلاة حقيقة، من صلاة المغرب، هل يجوز لك أن تقتدي بالإمام متنفلا ثلاث ركعات؟ لا، ممنوع، لا يجوز. فأنت لما صليت ركعتين وفيها شبهة الفراغ من الصلاة، تمام، وجب عليك إما أن تتمها أو أن تقطع على رأس ركعة واحدة، لأن في الإتيان بركعة ثانية تكون قد أكنك فرغت من الصلاة، فيها شبهة الفراغ من الصلاة، والذي فرغ من الصلاة، من صلاة المغرب، ليس له أن يقتدي بالإمام. هنا لم يفرغ حقيقة، أنه ما زال في ذمته ركعة، لذلك قال شبهة الفراغ ولم يقل فراغ. ويضاف إلى ذلك أنه أتى بأكثر الصلاة ولأكثر حكم الكل، فيلزمه أن يتمها. إذن لذلك قال الصحيح أنه يقطع على رأس ركعة ولا يشفعها بركعة. في صلاة الفجر وبعد ركعة الأولى قطعها،
واقتضى بالإمام. نعم. ويصلي بالإمام ركعة واحدة أم ركعتين؟ لو أمامي هيك بس شغلة أقوم يأتي بركعتين مولانا يصلي بركعتين. أنا لم أفهم أتم يعني. كان أحسب الله لأخي الحمار الحق معه قطع وأتم يعني يقصد بذلك أنه أتى بصلاته تامة كاملة مع الإمام. نعم. في سؤال شيء؟ ما في عدد. قال وكذا لو قام. المهم أنا عندي أحبابنا أن تفهموا معنى قوله حقيقة أو شبهة. نعم تمام. قال وكذا لو قام إلى الثانية قبل أن يقيدها بالسجدة وإن قيد الثانية فيهما في الفجر والمغرب بسجدة أتم يتم الفجر والمغرب ولا يقتدي بالفجر لكراهة النفل بعده وكذا في المغرب لا يقتدي على ظاهر الرواية بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها. أدركت الصلاة مع الإمام يعني إذا صليت في بيتك ثم خرجت من البيت فوجدت أن الإمام يصلي في المسجد فصلي معه نافلة إلا الفجر والمغرب. رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. قال عبد الحق تفرد برفعه سهل بن صالح الأنطاكي وكان ثقة فلا يضره حينئذ وقف من وقفه. قال عبد الحق تفرد برفعه هذا الحديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام والذي تفرد برفعه من سهل بن صالح الأنطاكي. قال وكان ثقة فإذا تفرد برفعه واحد ووقفه كثير قال لا يضر وقف من وقف الحديث. الوقف هو يعني رفع الحديث للصحابي. فسهل بن صالح رفع أضاف الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام وغيره أضافه للصحابي. قال لا يضر هذا. ليه؟ لأن سهل بن صالح كان ثقة. قال لأن زيادة الثقة مقبولة. قال ولو أدرك الإمام راكعا فكبر. أدرك الإمام راكعا فكبر قال الله أكبر واقفا هكذا ووقف وانتظر. ماذا تنتظر؟ تركع مع الإمام. قال فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه قال لم يصر مدركا لتلك الركعة. لأن الشرط في كونه مدركا للركعة مع الإمام هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة. ولم يوجد هذا الشرط المشاركة مع الإمام في أفعال الصلاة لم يوجد لا في القيام لم يشارك الإمام في القيام ولا في الركوع. فإذا هذه الركعة فاتته تماما مع الإمام. إذا هو يصبح لاحقا؟ لا مسبوقا بركعة كاملة. مسبوق ليس لاحقا خلافا لزفر والشافعي. قال وأما لو أدركه في القيام. أدركت الإمام الآن في القيام فقلت ماذا قال زفر والشافعي؟ زفر قال يصح الاقتداء صح ركعة؟ تقع ركعة كاملة. والشافعي أظن العزو لإمام الشافعي هي الصحيحة. أنا فيما أذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله عنده تفصيل في المسألة. نعم. ولكنه لو وقف هكذا لا يصح عند الشافعي. هذا فيما أذكره لأنني كنت شافعيا. نعم. ثم تحنفت. أنا اليوم كنت أقول للشيخ أنا قلت أحب الفقه الشافعي أحبه تماما ولكن سبحان الله عقلي لا يقنع إلا بفقه أبي حنيفة. لا يسكن إلا بفقه أبي حنيفة.
لكن عندما اقرا كتب الفقه الشافعي على ان الكتب التي احبها بالفقه الشافعي في كتاب وانا انصحكم باقتنائه، ضروري ان تقتنوا كتاب مغني المحتاج، مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني، كتاب رائع جميل ممتع، القراءة فيه ممتعة، أنا كثيرا ما أقرأ به، عندما أشتاق الإمام الشافعي أقرأ في كل دين. زرت الإمام الشافعي أنتم هنا؟ نعم زرته أنت؟ طبعاً الله أكبر. قال وأما لو أدركه في القيام، الإمام قائم الآن، قلت أنا أصلي فرض الظهر 4 ركعات، الله أكبر، شاركت الإمام في القيام ووقفت ثم ركع الإمام وما ركعت حتى رفع ثم ركعت، ما الحكم؟ قال وأما لو أدركه في القيام ولم يركع معه حتى رفع الإمام رأسه ثم ركع المقتدي صار مدركا لتلك الركعة، لأنه شاركه في ركن من أركان الصلاة، في فعل من أفعال الصلاة وهو القيام، لأنه أدرك حقيقة القيام، وذلك بالاتفاق بيننا وبين الزفر والشافعي. ولو ركع قبل الإمام، ركع المقتدي قبل الإمام فأدرك الإمام فيه صح، صار في مشاركة بينه وبين الإمام في الركن لوجود المشاركة، وكره يعني أدرك الإمام أو أدرك الإمام، لا بما أنه انتبه بما أنه ما في ضمير، لا والأصل عبارة مغلق فأدركه الإمام فيه، بس هو ما في ضمير بالكاف على أدركه، أما لو قال فأدركه الإمام فيه ولما فقدنا الضمير في فعل أدرك ماذا فعلنا؟ قلنا فأدرك الإمام نفس كلاهما صحيح، كلاهما مرفوع يعني، فأدرك الإمام فيه أين؟ فأدرك الإمام فأدرك إمامة ليس المقتم هو ولو ركع قبل الإمام فأدركه الإمام فيه أو فأدرك المقتدي الإمام فيه، المشكلة مولانا هنا المدرك، من المدرك؟ الذي يأتي ثانيا، فالإمام هو الذي أتى بعده، الإمام هو الذي أتى، هو الأصل يعني هو المدرك الذي يأتي بعده، تمام الآن اقتدى، الآن ركع أول شيء من؟ المقتدي، فجاء بعده الإمام، يعني أدركه الإمام في الركوع، المقتدي هذه الصورة هكذا، الصورة أن المقتدي سبق الإمام في الركوع، أنا وأنت نصلي، أنت الإمام، جنابك وقفت في الصلاة ونسيت المصلين خلفك، خشعت في الصلاة وتقرأ وتقرأ وتقرأ، فأنا واحد من الناس تعبت فركعت، تمام، وأنت ما شاء الله تقرأ في الصلاة فأنا ركعت، فأنت تعبت من القراءة أو خلفي مثلا من الناس يقول سبحان الله سبحان الله فركعت، فجاء ركوعك بعد ركوعي، فأنت أدركتني في الركوع، فإن أدركتني في ركوعي احتسبك لي ركعة هذه، إن رفعت أنا وأنت ركعت لم تحتسب هذه الركعة لي إلا إن أعدت الركوع مرة ثانية. قال فأدرك الإمام فيه صح لوجود المشاركة، وكره للمخالفة، أنه خالف الإمام، عفوا المقتدي الإمامة، وقال زفر لا يصح، قال زفر لا يصح، قال وكره يعني تحريما، وكره يعني تحريما خروج من لم يصلي فرضه من مسجد أذن فيه، دخلت أنت لمسجد تشرب الماء، بعدما شربت الماء أردت الخروج أذن المغرب أذن العشاء، يكره تحريما لك أن تخرج حتى تصلي العشاء، إما لوحدك تجيب منادي الله عز وجل أو تصلي مع الجماعة، صلي وحدك لا مانع إن خرجت بعد ذلك. قال وكره خروج من لم يصلي فرضه من مسجد أذن فيه
لما روى ابن ماجه في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجوع فهو منافق، والعياذ بالله. انتبه. وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق. إلا هذا منافق هنا يسمى نفاق العمل، هذا وليس النفاق الاعتقادي. هذا نفاق، والنفاق كما تعلمون أو لا تعلمون النفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي أن تظهر الإيمان وتبطن الكفرة، كما هو حال عبد الله بن أبي بن سلول. أما النفاق العملي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كذب الحديث تعرفونه. هذا يسمى نفاقا عمليا، لا يخرج من الملة يعني. فلما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا منافق نفاق عمل. ويجوز أن نقول لأحد مثلا لو أخذت قول لي أنت منافق، تقوله يا منافق؟ لا تقول له يا منافق، لا لا تقول له. لا يعني هذا لا يكفر؟ لا 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 تقول، لا. إذا قلت له يا منافق تقصد بذلك النفاق العملي. أصلا لا لا يجوز أن تنعت أخاك المسلم بالنفاق، لا يجوز. ولكن إن رأيت من يخرج من المسجد أخبره بالحديث، قل له: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يخرج من المسجد، إلى آخر الحديث فقط. أما تقول له يا منافق يرجع هكذا إلى الخلف، يعني مشكلة. هذا ما يصير، هذا هذا ما بيصح. قال: وأخرجه الجماعة إلا البخاري. قال: وأخرجه ابن ماجه بلفظ: من أدرك الأذان في المسجد ثم خرج لا يريد، لا يخرج لحاجة. انظر، قال لا يخرج لحاجة، ربما خرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة، قد يريد أن يصلي في مسجد آخر، فهو منافق. وأخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي الشعثاء وسليم بن الأسود قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ما قال له يا منافق، ما قال هذا منافق. وهم الصحابة إن قالوها فهم يعني يقبلها بعضهم من بعض، لكن كان أبو هريرة كان لطيفا أديبا في الكلام، قال: فقد عصى أبا القاسم. الحاجة الحاجة، أي غرض منك أنت تخرج يعني، أي حاجة دنيوية ربما يعود عليك بالضرر تركها، يعود عليك بالضرر تركها. يعني مثلا أعطيك مثال: أنت تريد أن تشتري دواء من دكان، من صيدلية معينة، وهذه الصيدلية قد تغلق، قال لك صاحبها: أنا سأغلق دكاني. فإن صليت أغلق دكانه صيدليته. يعني هناك حاجات لا يمكن أن تؤخر، لا يكون يعني تأخيرها فيها ضرر، فيها ضرر. وهذا الكلام يخاطب به من يواظب على صلاة الجماعة. أما رجل آخر ما يفكر فيه صلاة الجماعة، يعني يقول لك ما يفكر، ما يصلي مع الجماعة، نسأل الله السلامة. وإن كان لبغض هذا الخطيب، لبغض هذا الإمام. على هذا الإمام أنا لا أحبه. لما؟ قال: لأنه أسود. لا أحبه لما؟ يا أخي أنا أحب الإمام أن تكون عيناه زرقاوتين، وهذا عيونه يخطئ بالقبلة. إذا كان يخطئ بالقبلة كإمام الذي في الحي عندي، الإمام الذي في الحي عندي لا يجيد لا فاتحة ولا قراءة، وإنما يجيد أن ينكر التوسل وأن يقول على المنبر: رسول الله مات، لا ينفعنا ولا يقدم، هكذا يقول، ولا يؤخر، وهو شخص عادي، هكذا يقول. هذا ما يجيد قوله على المنبر.
ويجيد أن يقول الله على في السماء جالس على عرشه، هذا ما يفيده، هذا ما يستطيع أن يقوله. أما الفاتحة لا يجيدها، يقول هكذا، يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، صدقا يقول هذا الكلام، اهدنا الصراط المستقيم. يجيد إساءة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجيد الفاتحة، فهذا لا أصلي خلفه، لا أصلي خلفه. ثم قال لا يكره الخروج بعد الأذان لمقيم جماعة أخرى، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة. بسم الله.